جميل. نروح بقى كده زي ما متعودين برضو لأسعار الخضار وأسعار الفاكهة، وزميلنا أحمد سامح موجود دلوقتي أمام أحد أسواق الخضار والفاكهة، وعايزين نعرف بقى منه أخبار الأسعار إيه. وعايزة أأكد برضو على البامية، هل البامية لسه ب 40 جنيه ولا لا؟ صباح الخير يا أحمد. نهاوندي بتحب البامية قوي يا جماعة، ما بس ينفعش 40 جنيه كده. للكيلو ده كتير يعني. صباح الخير نهاوند، صباح الخير محمد، صباح الخير على الساده المشاهدين. ما تقلقيش، الباميه نزلت 5 جنيه النهارده، الحمد لله. وهنتابع اسعار الخضار النهارده مع عم بلاد. صباح الخير يا عم بلاد. صباح الفل. تكلمنا عن اسعار الخضار النهارده يا عم بلاد. الاسعار خلاص هبطت خالص، لان الجو دفى والمحاصيل الزراعيه بقت كتير، لان خدنا الزبون تعب قوي من الـ50 اللي فاتت عشان القطه كانت ب 12 جنيه وزعل. النهارده القطه وصلت 5 جنيه و6 جنيه، يعني الجو دفى خلاص والخضار هبط خالص. طيب بالنسبه لاسعار الخضار بصفه عامه، زي ورق العنب، زي الباميه، زي بقيه اسعار الخضار، عايزين نعرفها اكتر. ورق العنب والباميه دي ما نقدرش نتكلم فيها لان المنتج جديد لسه، فكل مدى سعره بينزل. عندك الباميه ب 35 جنيه، ورق العنب ب 15، كوسه 8 جنيه، الفاصوليا عامله 6 جنيه، كانت ب 25 جنيه الاسبوع اللي فات وبقت ب 6 جنيه، البسله ب 8 جنيه، عندك بتنجان رومي ب 4 جنيه، بتنجان ابيض وعروس للمحشي بيعمل 8 جنيه، كرنب سلطه وكرنب محشي ب 5 جنيه، يعني في هبوط في الاسعار. عندك الجزر ب 5 جنيه، السبانخ ب 7 جنيه عشان ماشي السبانخ، الملوخيه ب 8 جنيه. بالنسبه للبطاطس والخيار والطماطم، البطاطس عامله 5 جنيه والقوطه وصلت 7 جنيه و6 جنيه. تمام، بالنسبه لاسعار الفاكهه نزلت هي كمان ولا لسه زي ما هي؟ الفاكهه زي ما نقول، الفاكهه في حاجات ماشيه زي البرتقال والجوافه والحاجات دي ماشيه. البرتقال عامل 12 جنيه، ما شفناش احنا الاسعار دي قبل كده. والموز عامل 10 جنيه، والفراوله ب 10، والخوخ عشان لسه بشاير عامل 12 جنيه. والبطيخ برضه لسه بشاري الكيلو ب 5 جنيه. بالنسبه للتفاحات ما نقدرش نتكلم فيها، التفاحات دي مستورده. تفاح السوري عامل 17، اللبناني يعمل 20 جنيه، اما بالنسبه للامريكاني بيعمل 25. بالنسبه للاسعار هتفضل كده، هتنزل اكتر ولا هترتفع الفتره القادمه؟ لا، الاسعار دي بقى بيحددها السوق، الانتاج نفسه. ادام الانتاج كتير يبقى الخضار رخيص، الانتاج قليل الخضار بيرتفع لوحده. المعروفه يعني حاجات اوتوماتيك، بس بالنسبه لعشر رمضان الخضار هيترفع قبل رمضان بيومين، لان بيبقى في اقبال من البائعين على اسواق الجمله، كله عايز يجهز نفسه بتاع، بيبقى في السعر بيزيد. فبعد رمضان باسبوع تلاقي الخضار كله هبط، الناس بقى زهقت من الخضار. بالنسبه لاقبال المواطنين اللي منذ بعد ما الاسعار نزلت، هل في اقبال ولا لسه ما فيش اقبال زي الفتره اللي فاتت؟ جو هادي عشان كده الخضار مريح خالص ورخص الخضار. الناس تعبانه، عندك يعني دروس خصوصيه، فاتوره كهرباء، فاتوره ميه، فاتوره ايجار، الناس بتعاني. كتر خير المواطن برضه هيروح يجيب كيلو لحمه ب 140 جنيه، فبيجي مواطن يعني محدود الدخل على قده، بيجي ياخد كيلو بطاطس ب 4 جنيه مع كيلو قطه مستويه ب 5 جنيه، بيعمل له صينيه بياكلها هو والاسره، بيكلفها 10 جنيه. يعني كتر خير الناس برضه، الناس تعبانه، كله بيصرخ وبيعاني، عبء مصاريف عليه. شكرا يا عم بلاد. عودة مرة أخرى للاستوديو، دي كانت متابعتنا للأسعار الخضار والفاكهة النهاردة في بداية الأسبوع. أشكرك جدا زميلنا العزيز أحمد سامح، وإن شاء الله بقى كده زي ما يعني ضيفك كان بيقول الأسعار تكون منخفضة بس الإقبال يزيد بإذن الله. أشكرك جدا يا أحمد. يا رب نشوف ده اليومين اللي جايين أخبار حلوة، الأسعار الخضار نزلت ونهواند مبسوطة جدا، فرحانة جدا نهواند. يعني البامية يعني بالنسبة لها لا، كان موضوع غريب فعلا، 40 جنيه كيلو البامية وقعد كده مثلا شهر او 3 اسابيع، فبتهيالي كتير قوي. يعني هتاكلي باميه اليومين الجايين؟ اصلا ما بحبهاش. انا برضه مبسوط يعني، الفكره في اسعار، احنا خلاص دايما اسعار الخضار بتبقى متقلبه عشان حاله الجو، فاستقرار حاله الجو ده معناه انه اسعار الخضار هتقل، فنتمنى ان شاء الله يبقى في قوه شرائيه حقيقيه الايام اللي جايه. بس قبل رمضان تنزل. كان بيقول ان باسبوعين الاسعار هتزيد، فلو بقى حد يشتري من قبلها بشويه علشان فاهم، ممكن الاسعار تبقى فرق تاني خالص، عشان الاقبال هيبقى شديد.